يا روايح الزمن الجميل، هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. لو انت سمعتها بصوت الفنان الكوميدي محمد ثروت، ارجوك كمل معايا الحلقه علشان هتعرف حدوته مهمه جدا ورا تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي. مين فينا ما بيحبش صوت هدى عمار وهي بتغني تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي؟ لكن الحقيقه انه التتر ده ما كانش رايح لهدى عمار اصلا، ده كانت هتغنيه انغام، ودي حدوتة طويلة جداً بدأت من الموسيقار راجح داود. بالمناسبة اللي كتب التتر ده كان الشاعر الكبير سيد حجاب. راجح داود وقتها رشح أنغام إنها تغني التتر ده، وجاب أنغام في الاستوديو بتاعه وعزف لها التتر على البيانو. لكن المفاجأة أن أنغام ما عجبتهاش الأغنية، وتحججت وقتها إن صوتها مش هيبقى مناسب عليها، ممكن ترشح مطربة تانية تغنيها. اعتذار أنغام الشيك عن غناء التتر ما ضايقش قوي الموسيقار راجح داود، وبسرعة راح اتفق مع هدى عمار اللي عجبها اللحن جداً وعجبها التتر. ولما عزفوا على البيانو وغنته هدى عمار اقتنع انه اختيار هدى هو الانسب لغناء التتر ده. المفاجاه بقى ان انغام بعد سنه قابلت راجح داود في مناسبه من المناسبات وقعدت تعاتبه انه شفت انت غيرت التتر ازاي واديته لهدى عمار والتتر بقى احلى من الاول وانا كنت عايز اغنيه بس انا كنت معترض على الكلام والحركات بتاعت المطربين اللي يعني ايه بنعرفها من وقت للتاني دي. المهم تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي كان واحد من انجح التترات في تاريخ الدراما المصريه. المسلسل نفسه نجح نجاح كبير جدا. فكرونا كده بايام الهوانم والقصور والفلل والحاجات الحلوه الزمن الجميل. اشوفكم في حلقه جايه وحدوته جديده من غنوه في حدوته.